بابا حملته في صمت ووضعته في سكون وانتحرت في صمت، كل هذا إرضاء لمجتمع لا يرحم. مني أنا مهدي قدجور ومن فريق عمل برنامج الخط البرتقالي مساء الخير. في حقيقتها ضحية، لكن الكل يقلبها إلى متهمة. علامات استفهام كثيرة توضع أمام هذه الظاهرة، تحمله في صمت وتلده في صمت وقد تموت في صمت. تغتصب وهي ملزمة بالسكوت لأن المجتمع يفضحها بحجم أكبر من فضيحتها ويحولها إلى متهمة رغم براءتها. فالكل يظلمها حتى من والديها، ضحية تتكالب عليها الآراء والإدعاءات والأحاديث والكلمات الجارحة. قررنا كسر حاجز الصمت اليوم، ليس للتشجيع على الخطيئة أو ممارسة الرذيلة، إنما لتسليط الضوء على هذا الملف وطرح السؤال الجوهري: لماذا يتملص الشاب من فعلته وتتحمل هي المسؤولية؟ لماذا يبقى هو رجلا في نظر أهله ومجتمعه وبيئته وهي المرأة الفاسدة؟ تقرير. الحمل بدون زواج في المجتمع العربي الإسلامي موسوم بالعار والفضيحة ويعاقب عليه القانون، بل أكثر من ذلك يؤدي إلى محاكمة الأم الحامل قضائيا وإقصائها اجتماعيا. فلا يمكن إثارة الحديث حول هذه الظاهرة التي يطلق عليها حسب المفاهيم المعتمدة في البحوث الاجتماعية اسم الأمهات العازبات دون مشاكل أو ردود، بل يصل الأمر أحياناً إلى العنف أو التهديد بالتصفية الجسدية. ظاهرة كثرت بزاف في الآونة الأخيرة. واش نقول لك الامهات العزيبات على بالك ظاهره راهي غير تزيد، راهي غير تزيد، والمجتمع ما يرحمش، والطفل ما راهي ضحيه، كي دير الغلطه ولا اي حاجه تسيب روحها وحدها تخبط، تسيب روحها وحدها تخبط، ما تسيب حتى واحد اللي يعاونها. سا سي سيغ، سا سي سيغ، هادي سي لا سوسيتي تاعنا، لا سوسيتي تاعنا اللي ما ترحمش وما تقبلش، لاكسبت با اوسي. هي ظاهره منتشره بكثره في المجتمع الجزائري. اون في دون جي سوسيتي اللي ما اون توليغ با سا. همدي تحبي ولا تكرهي دركا. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا لهذه الأمسية موضوع يكتسي أهمية بالغة، موضوع يمس أقدس ما يمكن أن يتكلم عليه الإنسان، ألا وهو العرض. وإن الإسلام من مقاصده الحفاظ على العرض. بعض أهل العلم قالوا الحفاظ على النسل، والعرض إنما هو كل شيء متعلق ابتداء بعفة الإنسان قبل أن نصل إلى موضوع نسله. ولهذا بعض العلماء قالوا العرض وقالوا النسل. المهم أن أهم شيء نتحدث عليه اليوم إنما هو هذه النواة الأولى، الأسرة. وما أدراك ما الأسرة؟ إنها العلاقة التي تجمع بين الرجل والمرأة، والتي من المفروض أننا كمسلمين لا يمكن أن تكون إلا في الإطار الشرعي، في قوله زوجني ابنتك وزوجتك ابنتي، في الإطار الذي يدخل من خلاله الرجل من الباب، وأن يكون بين الحلال والحرام دف وصوت كما جاء في صحيح البخاري. وعكس هذا تماما إنما هو السفاح.
هذه الظاهرة جد معقدة ومتشابكة العوامل، لأنها ترتبط بعدة مجالات قانونية، دينية وجنسية، كما تحدث في مجتمع محافظ يؤثر في الواقع الاجتماعي ولا يعترف بالأم العازبة التي تظل على الهامش. دوك الطفلة يقول لك متقفة تصيبها اللباس ما شاء الله وتكليخة ببساطة تروح، فهمتيني؟ كيفاش حبيت يقول لك كيفاش شاطرة وتعرف ومتقفة ودارت الغلطة هذه؟ برسكو المرأة بعد تولي ضحية وبعد طرح حياتها، تقول حياتها قاعدة ظلمة. أنا سوسيتي مسلمان أختي العزيزة، كيفاش الطفلة خرجت للزنقة خرجت تقرا ولا خرجت تخدم الغونتخ لا ميزون افيك 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 ان فونتخ بلان اي تو. مي مؤخرا ولا هو يهرب من الواقع وهي تقعد تصارع هذاك الواقع، أم عزيبة بابن أو بابنين وفي مجتمع، وبعدها تصرى هذا الظاهرة اللي تخلي المجتمع يزيد يفسد من أمورات كيما هذه. حنا لا سوسيتي تاعنا أوني دي مسلمان، لازم يتبعوا التقاليد تاعنا، ما لازمش يتبعوا واش صار في لوروب ولا. فعلا قضايا الأمهات العازبات هي فعلا قضية معقدة، وفعلا يعني أسالت كثيرا من الحبر. أولا قول الأمهات العازبات هو قول خطأ، لأننا إذا فسرناه وبحثنا فيه نجده أنه خطأ. نقول أمهات عزيبات، أولاً لقب أمهات يكون لامرأة حاضنة لأطفالها في بيتها، ونقول عازيبات، كلمة عازيبات هذه ليست في محلها، لأن العازبة ليس لها طفل ولم تتزوج، حتى بالمعنى بالدرجة قولوا فتاة عازبة يعني ما زوجت خلاص. إذن هذا المفهوم لا هو صالح لغة ولا هو صالح شرعا ولا هو صالح قانونا، أمهات عازبات. تصحيحا لهذا المصطلح أقول فتيات حاضنات، هذه الفتيات اللي بخطأ ما بسبب ما أصبحت هذه الفتاة حاضنة لطفل أنجبته بين قوسين، خطأ وقع خطأ فأنجبت هذا الطفل. إذن اليوم نضع إشارة قف لهذه الظاهرة. فتاة عازبة ولكنها حامل، حالة تفقد العلاقات الاجتماعية وضعها اليومي وتدفع إلى رفض مناقشتها اجتماعيا ما دام هناك جوابا جاهزا ومسلم به، تختزله العبارة التالية: العلاقة بين الرجل والمرأة خارج إطار الزواج تعد باطلة وغير شرعية، بل تعرض الأم العازبة إلى كل أنواع العقاب الاجتماعي الذي يبدأ بإطلاق مجموعة من النعوت كعار، فضيحة، حرام وغيرها من الألفاظ في حق الأم العازبة، وقد ينتهي الأمر برميها خلف القضبان. توجور نظلموا المرأة، كاين يروحوا ضحايا الاختصاب. دوك شوفي انا نقول لك، دوك وحده اللي تخرج تقول لها انا رايحه لانيفيرسير، راني كاين حفله، هاي كاين هادي، ما على بالكش واش راح يصرا. ها والبنات هادي تدي هادي، كاين انا نعرف نساء اقسم بالله علي العظيم، اقسم بالله علي العظيم، غير مرة تجيب مرأة. الا كان شحال هذاك الراجل على ديك وحده يصيبها قرصه يقولها شوفي نعطيك لامبورت كوا وجيب لي هذيك، فهمتيني؟ هاي تروح لا نورمالمون تشاوري مالك، تشاوري وين تروحي، ما تروحيش في الاماكن اللي خارجين على الطريق، ومن بعد تصبي روحك وحدك تخبطي. دوك هي غلطت، ما لازم كونداني امور، ما لازمش نقتلوا هذه المراه. دوك هذه المراه غلطت وبالك غلطت على الصور، ما كاش اللي ما غلطش. كان نحوسوا في الجزائر كاين بزاف اللي غلطوا، سواء من الراجل سواء من المراه، ولي فيكتيم توجور توجور كما نقولوا في الحلقه الاخيره، توجور لي فيكتيم دراري صغار، دراري تسمى هما لي فيكتيم، هما اللي يخلصوا. انا نعرف ديكا بنات كنت نخدم دون زي كلينيك، ديكا اللي صرات لهم نفس هكذا، اي لانيفيرساي اي هذيك والطفل على بالك، فهمتيني؟ هاكي فاهمه، فهمتيني؟ ما تفكرش تقولي ماني حال لانيفيرساي، روح لانيفيرساي شوري يمك، الا تقبل ما تقبلش تعرف واش المضرب راكي. انا عندي زوج بنات يقولوا لانيفيرساي روح معاهم، والله غير روح معاهم.
عام بدا كيتفوت طفر فيك وشكون حتصيبي ناقيت واحد شكي ليمك ولا لبابك ولا للناس ولا الحبيبه ولا لاي واحد يقول لك تقول لك شاورتيني انا وحده لو كان جات مني نقول لها شاورتيني كي رحتي رحتي وحدك وكي غلطيها ومن بعد الناس ما ترحم لا يمات لا الجيران لا المجتمع يخزروا فيها كانها دارت صاروخ باسكو علاه ما خمتش واش دارت لو كان شاورتي يقول لك قيس ما قبل ما تغيس. اذا كما هو معلوم ان الاسره هي الخلية الأساسية للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة وقد تعتمد هذه الأسرة في حياتها على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق أكيد راح تكون تساهم بشكل كبير وواسع في نبذ الآفات الاجتماعية أي لا يمكن أن يكون المجتمع صالحا إذا كان تكوينه على إلا إذا كان تكوينه على أسرة سليمة أي صالحة إذ به تحتفظ الأنساب ويعرف هنا الأبناء أبائهم ويتعهد الأب ابنه على تربيته وتكفل به ورعايته حتى هو من جهته حتى ينمو ويصبح هو الآخر أهلا لتكوين أسرة من جهته لما لا. باسكو الخلاص تاعها واش كيش نفهمك تولي تقول للناس يهضروا عليها الناس يستهدفوها يشوفوها برا يهضروا عليها ما من المعنويات تاعها تحبط تقدر دير حاجة في عمرها تقدر تولي مهبولة تقدر هي كي تعود في العادة والتقاليد ماهيش هكذا احنا ماهوش دين تاعنا هكذا لا احنا واحد كي يقصد وحدة يروح يخطبها من عند باباها ويماها يقصدها من يدخل من الباب ولا يدخل من التاقة ياك هكذا يسقسي شكون بنت الفاميليا ماشي بنت ماشي يروح يحكمها من الزنقة من الجامعة روحي نحبك وتحبيني شنو نحبك وتحبيني نحب الماكلة مين نحبها انا نحبك وتحبيني هذيك ما عادش تكزيستي انا نشوف فيهم دوك على بالك القلب تاعي تقسم تبي واحدة صغيرة واحد كبير واحد صغير هو كبيرة وشنو أنا ما كيش شوف هذا تقاليد إحنا تقاليد هذي ما هوش تقاليد سمحي لي الحب أنا عندي ما يكزيستيش باسكو سي اون فيكتيم بور لا سوسيتي ان شاء الله هذا ما ودي فوا يخليها تخبط في هذا المشكل وهذا كامل ناتج عن الهروب عن العادات والتقاليد الجزائريه احنا بالطبع مجتمع عربي ومسلم نورمالمون البنت تسنى حتى كيجي مكتوبها وتروحيتو دوكا ولاو يديروا علاقات عاطفيه خارج عن النطاق الاسري اوليو تقول له تقدم للبيت ما يتقدمش للبيت دير علاقه عاطفيه ايغ ظاهره التملص وظاهره الشباب وظاهره الرجال الهاربين من المسؤولية والمسكوت عنهم هذه الظاهرة قديمة جدا 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 دائما مسكوت على والد هذا الصبي الطفلة أو الشابة أو الفتاة أو المرأة يعني تقف وجها لوجه مع مشاكل كبيرة جدا وكأن هذا الطفل ليس له أب ولكن احنا في مجتمعنا وعدة مجتمعات هذا الأب يختفي وكأنه لم يفعل شيئا ظاهرة التملص والهروب من المسؤولية والحقيقة هي ممارسات قديمة تأصلت في المجتمع ومن استفاد منها؟ استفاد منها هذا الجاني استفاد منها الرجال المخطئون وهذه الظاهرة شجعت أن تبقى مسكوت عليها لماذا؟ لأن الرجل في مجتمع رجالي يسكت عليه ويقولوا هو راجل معليش دارها ولكن تصبح الضحية متهمة وهي في قرارة نفسها ضحية العاطفة والمحبة قد تقلب إلى تهمة ويفهمها الكثيرون بأنها خطأ العواطف والحب الصادق بين اثنين قد يؤدي إلى مزالق لا تكون الأسرة في مستوى الواقعة ذنبهما أنهما أحبا بعضهما بصدق لكنهما وقعا في الخطيئة وحتى إن تفهما واتفقا على تصحيحها والزواج أمام الناس إلا أن الأسرة ترفض وعلى رأسها أم الشاب فتصرخ في وجهه بأنها ليست الفتاة المناسبة لك
فأنت تستحق بنت الأكابر. نتابع. أنا كنت نقرأ بعد ما وصلت الباك، ما جبتش الباك، ريحت في الدار. من بعد كنت روح لدار خالتي ونجي. من بعد جا خطبني وليد خالتي، قعدت معاه فيونسي 3 سنين. من بعد ما فقتش روحي طحت معاه اونسيت. من بعد كي طحت معاه اونسيت قلت له باللي راني يعني طحت اونسيت كنت. من بعد قال لي لا لا مانيش اناي. ويما ثاني ما حبيتش تعرف، قالت لي انا وليدي ما جامي يدير كيما هاك. من بعد قعدت في الدار مدة شهر هاك. من بعد يما فاقت لي، قالت لي ما تريحيش عندي، قالت لي الله يسهل عليك، درتيها بيدي حليها بسنك. من بعد عاودت رحت ليما قلت لها بلي راني اونسيت مع وليدك ديري لي حل. قالت لي ما عندي ما ندير لك حل، انا بنت الفاميليا ما تمتش روحها. من بعد قالت رحت لاختي قالت عندها كان جو هاك، بصح ما خبرتش بلي راني اونسيت بوسك كرشي ما كانتش تبان. من بعد قالت قالت لي واش بيكي، ما كيش آليز، ما كيش كيما كنتي تضحكي تهضري، باينة عندك بروبليم. قلت لها ما كاين لا بروبليم لا والو. من بعد عيطت للدار سقسات يما قلت لها واش بيها ومنا، حكيت لها يما. من بعد قلت لي لازم تقعديش عندي، انا ما نقدرش نخليك عندي، راجل يكون يفيق بيك يطلقني. قعدت عندها زدت عندها يومين ومن بعد مشيت. كي جيت قعدت نحوس على البلاصة، سقسيت في الانترنت، من بعد كي لقيت هاد البلاصة جيت ليها هنايا. قعدت هنايا واحد 4 شهور هاك. من بعد ولدت وليدي دوكا راه في عمرو عام. بعد ما ديتو لافام جامي كنت متوقع بلي يصرى لي هذا المشكل. من المسائل التي كثيرا ما تحدث أو في الغالب هي التي تحدث هو تملص الرجل أو تملص الشاب من هذه القضية. تجد بأن الشاب يتعهد مع بنت بأنه يتزوجها أو يوعد بخطبتها ويعدها بذلك، ولكنه في نفس الوقت يرتب ترتيبات أخرى، فإذا ما حدث حمل في غير دائرة الزواج الشرعي فإنه يتملص كلية. القرآن يقول فأين تذهبون، القرآن يقول الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. مشكلة كبيرة حين يعتقد الشاب بأن التملص من البنت الضعيفة التي لا تستطيع متابعته فيما بعد أنه قد فر من العدالة. أقول لكل شاب فعل مثل فعلته أو مثل هذا الفعل الشنيع، إذا لم تلاحق عدالة الأرض فإن ثمة عدالة السماء. وأين تذهب أيها الشاب أو أيها الرجل من ضميرك حين تعلم بأنك قد خلفت جنينا في بطن امرأة ضعفت أمامك في لحظة استكانة ضعف واستكانة تحت قهر أو نحو ذلك، أو سياسة إغراء مارستها مع تحميلها المسؤولية طبعا، ولكن أين تذهب؟ فإن ثمة ابن سيقف يوم القيامة يسألك لماذا فعلت هذا بي؟ فما ذنبي؟ وإذا كان القرآن قال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ألا تعلم بأنك قارين الجاهلية، قارين أولئك الذين وأدوا البنت وهي حية،
تقول لي لقد تركت المرأة حامل ولم أقتل ابني، أقول لك وهل القتل فقط أن تدفنه وهو حي؟ القتل أن تتركه بدون أبوة، القتل أن تتركه بدون وثائق رسمية، القتل أن تتركه وبسبب فعلتك الشنيعة أن تتركه يتحمل أعيناً تنظر فيه ذات اليمين وذات الشمال يوميا نظرة احتقار، حيث لا يرى نفسه مساويا لزملائه، وربما كان عبقريا وربما كان عالما وربما كان ذا حكمة وذا رأي سديد في الأمة، ولكن وصمة عار الاسم لاحقته وأنت الذي ستتحمل وزره ولن يسامحك إلى يوم القيامة. راهو عاش حياته، تزوج ودار مرا ودار دراري، وناني نخلص هنا، ما حوش عليه وما سخسش عليه، ما موالي قال لك مانيش انا، كيقول لي ماشي انا واش معناته؟ مانيش حوس المشاكل انا، بنت الفاميليا تخاف من المشاكل، خاطر مش هي اللي تدفع الثمن، هي تولي الضحيه ماشي هو. ما سيوش فهمون نفس الجو ضدي قاع ما ميما ما استعرفت شبية يما قالت بنت فاميليا ما تمدش روح وش معناتها هاد ما قلتلوش مين برا عندك طفل ولا ما سخصيش لي مين برا طفل ولا طفلة وما قلتلوش انا ثاني المجتمع تاعنا ما يرحمش هذي ربي يهديه ان شاء الله وحسبي الله ونعم الوكيل فيه دوكا ما كاش راجل قاع كيف كيف دوكا تخاف تعاود تجربه واحده اخرى تخاف تعقدت صاي ما يحكوا لي ازواج منا وما تعقد نقول ممكن يصرى لي مشكل كيما هاك يعاود يصرى لي وليت نخاف بزاف بوسك المرأة حنينة دائما تحمل مسؤولية وليدي ومنا وديك وما تحوش المشاكل بصح هو راجل عندنا أنصامبل بصح هو ما حبش يستعرف كي ما يحبش يستعرف راح تديري له انتي تقولي يستعرف بالسيف درت فيه الثقة كان في أنصي تاعي على بالها هي ماشي مستعرفة قلت لك وليدي ما يديرش كيما ها وليدي متربي وعاقل هو متربي وعاقل وأنا مانيش متربي يلا غالب واش تحب دايما نفكر فيها هذه دايما كي نحط راسي المخدم تفكر هذه المشكلة مام تعاود تبني حياتك من جديد بصح الماضي تاعك دايما يلاحقك انا مش حاوس عليه يولي برك يستعرف بوليدو برك هو ما عندي ما ندير بيه ما نسحق منه والو بس هو ماهوش راجل كي يسمح فيا انا سي نورمال يسمح في وليدو قالوا لي والو خاوتي شغل ما فاقوليش يسقسوا عليا يعيطوا لي من ذاك التليفون ما على بالهم كل شيء جامي كنا على بالهم الله يقتلوه هذه الظاهرة لابد أن نتناولها اليوم ونجعلها دائرة قف لأن الواقع أخرج الحقيقة من جوف الباطل إلى متى يهرب هذا العازب الهارب من مسؤوليته وتتحمل الفتاة أو المرأة بمفردها عبء الفضيحة وعبء الحمل وعبء الأسرة وعبء المجتمع ويذهب هو في جنح الظلام أو في جنح الليل لا أحد يتكلم معه ولا أحد يلومه على الخطيئة وكأنه سيد موقفه لأنه رجل في مجتمع لا يرحم فتيات ونساء ضحايا منهم الفتاة أو المرأة التي وقعت ضحية عواطفها ما هو ذنبها إن أحبت هذا الشاب بصدق؟ هنا لابد أن نفصل أن هناك فتيات وقعنا لصدق عاطفتهم يعني العاطفة تاعهم كانت صادقة وتعلقوا بهذا الشاب هذا أو الرجل
ولكنها دفعت ثمن تاع العشق تاعها وتاع حبها الصادق. لكي لا نبالغ، فإن العشق الصادق والحب الصادق قد يوقع الفتيات في خطأ. أما فيما يخص الأم العزباء البالغة تكون ماجور، هنا مثلا يكون عندها يحميها، تكون محمية قانونا متى كانت وقعت ضحية إجرام، فعل إجرامي من طرف الشخص الذي ارتكب نفس الشيء في حقها، ولكن متى ثبت الضرر وثبت قيام أركان الجريمة. ثبت الضرر أي الحمل ووضع الجنين، وتكون التهمة هنا ثابتة ثبوتا كافيا. هنا فقط الحماية تاعها كيفاش تكون، يعطيها فقط القانون الحق اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض فقط لا أكثر. وانا الاستوار تاعي بدات كي تزوجت وطلقت، ما تفاهمتش معاهم، مع مالين دارو كاع طلقت. وبعد وليت لدارنا، كي وليت لدارنا رفضوني، ما حبوش يستقبلوني، قالك مطلقه وما حبوش يستقبلوني. عاودت وليت خرجت، وليت خرجت ورحت كريت، وما بديت نخدم ورحت كريت، سكنت وحدي. وانا كنت مطلقه، ما عنديش دراري. من بعد فتره هكذا عاود عيط لي هذاك اللي كنت متزوجه به، قال لي فوالا نعاود نردك ونعاودو نورمال، نعاودو هكذا نرجعو مع بعضنا ونعاودو نردك وننساو اللي فات وكاع. ومن بعد بقى معايا هكذا توجور يقول لي نردك، وتوجور هو هكذا سما ولا لي كان مع هو هكذا فهمني بلي نعاود نردك، ويعاود يدير ما اللي نديرو ليفري ونعاودو نعيش. ومن بعد بقينا هكذاك حتى دوكا جات طفله بعلاقه غير شرعيه، ومن بعد هو جبد روحه، هو كيعرف بلي راني اونسينت، وكنت توجور نعيط له توجور نقول له بلي فوالا. عاود ردني كيما كان يقول لي، كيما كان يحكي لي. من بعد ولا هو غير يتهرب كل يوم داكوغ. من بعد انا عاودت رحت عيطت لامالي، هدرت مع امالي، ما حبوش كاع يستعرفوا بيا، ما حبوش. مام هو جبد روحو سيبو خلاص، كيعرف بلي راني خونسان. تعاود ولا راح، عاود ولا دار حياته، تزوج، وانا يبقيت هكذاك. من بعد جات هذيك الطفله، بقيت هكذا نربي فيها. ومن بعد ما قدرتش، كنت كاريه، كنت مانتو نربي، وعاود دوكا عاود خليتها، مديتها عند راهي عند جارتي دوكا. وانا خرجت جيت للجمعيه، باسكو كنت فاني مريضه، كنت لازم نداوي، كنت وبقيت هكذاك. نقول إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال، لا بمنطق الرجولة ولا بمنطق العرف ولا بمنطق الإسلام ولا بمنطق الإنسانية كلية، أن تتمصل من خطأ وقعت فيه. عندما يخطئ الإنسان من الشجاعة أن يقف فيقول أنا أخطأت ولا بد أن أتحمل المسؤولية. وتحمل المسؤولية هو الزواج بهذه البنت التي أخطأت معها في الحرام. ليس الرجولة أن تتمادى في الخطأ، وإنما الرجولة أن تقف مع نفسك فتصوب عوجا وقعت فيه، وتسدد مسار حياتك، وتنطلق في حياة جديدة، حتى لا تتعب المجتمع أكثر، ولا تضيف لنا ضررا، وتضيف لنا عبئا يضاف إلى ما وقع على المجتمع من أضرار ومن أوساخ ومن تبعات ومن عبء.
الرجولة أخاطبها فيك إن كانت موجودة، الرجولة إن بقيت فيك إن كانت موجودة، إن بقيت فيك عليك ألا تتمصل من مسؤوليتك وأن تتقدم لخطبة البنت وأن تقول هذا ابني وتعطيه اسمك، لأنه ليس من العقل ولا من المصلحة ولا من الرجولة في شيء ولا من الإنسانية والآدمية أن تترك ثمرة لقاء حتى وإن كان في الحرام، أن تتركه يتحمل مسؤولية لا يمكن أبدا أن يكون له ضلع فيها. وأقول لكل بنت ولكل ولد، مهما كانت هذه العلاقة، إن قدسية النفس البشرية التي خلقت من هذا اللقاء قدسية مقدسة. يخطئ من يقول إن الإبن الشرعي ليست له حرمة، يخطئ من يقول هذا. قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. مهما كانت الطريقة، العبرة بهذه الروح التي بثها الله في النفس البشرية، فنفسه مقدسة عند الله عز وجل، فلنعلم هذا الأمر جيدا، ولا إثم عليه ولا وزر عليه، لأنه ضحية وليس جلات أبدا. فلهذا أقول: الأصل أن تتحمل مسؤوليتك أيها الرجل. من بعد كي جات الطفلة قال لي سيبو خلاص جبد روحو. سيد كيفاش زعما كنت جو نعيط لونسي كيفاش نتفاهم معاه، كيفاش واش كان يقول لي باش كيما وعدني، كي قال لي باش يستعرف ببنته، باسكو دوكا راهي طفلة، كاينة طفلة باش هكذا. وهو ما هو إيه يقول لي غير إيه ومن بعد جبد روحو، ومن بعد ولا ما يهدرش معايا كاع، بدل النيميرو ديالو. ومن بعد انا رحت لماليه سيد كيفاش نهضر معاهم، سيد كيفاش نتفاهم معاهم باش يديروا لي حل للطفله. من بعد هما ما حبوش كاع يستعرفوا، قالوا لي خلاص انت هي اللي حبيتي، انت هي اللي هكذا، انت هي داروا اللوم كاع فيا انايا. انا ما قدرتش، انا صح كنت كاريه كنت نخدم، ما قدرتش. هو راح تزوج، هما كانوا حابينو يدا، هو راح تزوج دار حياته، ومن بعد الطفله راهي باقيه هكذاك. سختو مع اللي دوك انا خرجت، ما قدرتش على الكره، ما قدرتش نربي، ما قدرتش بزاف، وكنت مريضه، فين خرجت خليتها عند جارتي، وجيت هنا للجمعيه، استقبلوني هنايا في الجمعيه. دوكا راني قاعده هكذا نداوي هنايا في الجمع، وراني عايشه في الجمعيه. دارنا جامي، دارنا مدي بي كي طلقت رفضوني، باسكو المطلقه ما كانش اللي يقبلها، ما كانش يقبل وحده مطلقه، ما من الدار، ما من لي بارو، ما لا فامي. ايه كنت عايشه معاهم في المشاكل، كنت ديفوا نضرب، كنت عايشه هكذاك مهمشه، ما عنديش الحق في والو. ومن بعد قالوا لي روحي، قالوا لي سيبو روحي. رحت عند الفاميليا، رحت عند عمامي، رحت على كيف. ومن بعد وليت رحت كريت، مي صعيب الحال باش تكري وباش الوحده مطلقه تخدم وتكري، مي انايا. ومن بعد وليت هو كي عيط لي في هذيك الظروف، قلت له ايه، قلت له ما كاش مشكل نعاود نولو تما، قبلت كنت حابه نولي ليه، وعاود ولا هو زاد استغلني. دوكا ما فهمتش علاش دار لي هكذا، هو كان توجور انسيستي عليا نعاود نولو، نعاود نولو كي ندير ليفري نردك، هو هكذا كان يقول لي. ومن بعد كي جات الطفله هذيك، وجات من بعد جبد روحه. مي الطفله دوكا عندها قريب 5 سنين هكذاك الحكايه كاع، من اللي بدات الطفله راهي دي فوا نروح نشوفها. ايه بيان سور نروح نشوفها، مي راهي عند جارتي راهي حكمتها لي. و تشوفيها واش تقول لها؟ هي راهي بيبي، ما هي صح نحسها بلي توحشتني، نحسها بلي ماذا بيا دوك نعاود نولي مع بنتي، نعاود يستعرف بها باباها، وماذا بيا انا نعاود نولي نربي بنتي ونشوف دار نعيش انا وياها، ماذا بيا. لماذا هذه الفتاة
تصبح أمام المجتمع ضحية ويقلبها متهمة مباشرة. لماذا؟ لأن المجتمع له آذان وله لسان وليس له قلب. هذا القلب الذي أخذ هذه الفتاة إلى التهلكة لا يرحمه المجتمع. وحتى إن وصل المشكل إلى الأهل وأرادت هذه الفتاة الحامل واللي فقدت ممكن شرفها تحب تروح الأم الطفل هذا، الأم هذا اللي عفوا هذا الشاب هذا، تروح الأم هذا الشاب اللي في حقيقة الأمر هو الطفل ما يتصرفش ما ياخدش مسؤولياته، تروح الأم تقولها أنا فقدت أعز ما أملك مع وليدك، وتقولها أو تقولها راني حامل في الشهر الأول، وهذه الأم واش تقولها؟ درتيه في الشارع، روحي للشارع. وهذا خطأ، لأن هذا المشكل لابد أن تحتويها الأسرة، لابد من تعقل. هذه الفتاة ليس لها أي حل، ولكن هذه الأم هذه أم الشاب اللي تقولها درتي هذا الشيء في الزنقة روحي للزنقة وأنت فاسدة، هذه الفتاة ما هيش فاسدة، فتاة ممكن مثقفة، قد تكون جامعية، قد تكون محترمة من أسرة محترمة جدا، ولكن كيفاش يراها المجتمع؟ كيفاش رأتها أمه؟ شافتها بنت شارع وهي في الحقيقة بنت أصل، وليدها المسؤول الأول على هذه الخطيئة هذه. هنا لابد من العائلتين يتعقلوا يكونوا حكماء. مادام وقع الشيء، مادام وقع الشيء يشبه الزواج، هذا الشاب راح العلاقة اللي تشبه الزواج أمارياج كلونتيستان، لماذا لا يعقد الزواج علنا؟ مادام حملها وعاشرها والحق معها للخطأ، لماذا لا يعقد هذا الزواج؟ لماذا أم وأبو ما يكونوش حكماء؟ هذه الأم اللي ترفض تقول لك بنت شارع عندها بناتها أمامها، والخطيئة ما عندها لا لون لا لون لا تاريخ لا جغرافيا، الخطيئة تقع، والله سبحانه وتعالى يستطيع أن يوري هذه الأم ما وقعت فيه الفتاة. فيما يخص قضية إثبات الحق، الحق النسب إلى والده، هنا اشترط القانون بصفة شاملة واضحة لابد أن يكون هناك عقد زواج شرعي بين الطرفين، وفي حال التي يكون هنا زواج عرفي لابد من طرف المعني إثبات هذا الزواج بموجب حكم قضائي عن طريق المحكمة، وبالتالي رفع دعوى قضائية مستقلة لإلحاق النسب للابن نسب والده.
هن ضحايا الإغراء والأكاذيب والخدع والكلام المعسول المحضر والمظاهر الوهمية بوجوه مزيفة. يمثلون دور العشاق وهم محتالون، يتلاعبون بعواطف الفتيات دون رحمة، يتظاهرون بالغنى والإكسسوارات المغرية وهم لا يملكون شيئاً إلا الكذب الموصوف. فتيات غرر بهن رغم براءتهن وسذاجتهن. فالطبيعة في حد ذاتها تفرض في بعض الأحيان أن تبحث المرأة على السعادة، وللأسف أنها سعادة سراب. مئات الضحايا وهي واحدة منهن معلقة أو علق مصيرها إلى يوم الدين، ويا ويح من ضحك عليها. سخير عليكم، أنا شت النيميرو تاع الخط البرتقالي في الهوغار، اتصلت بهم فيكسيت معهم رونديفو. كيف فيكسيت معهم رونديفو جيت باش نحكي الحالة تاعي، والحالة تاعي جيت نسجلها مخصصة للبنات اللي كيما أنا باش نفيقهم، على خاطر شانا ما كنتش فايقة. ماذا بيا البنات اللي كيما أنا ما يتخدعوش كيما تخدعت أنايا، لأن على خاطرش أنا طفلة مخدوعة. واحد النهار كنت رحت للسوبيرات، كنت نقضي، كي كنت نقضي تلاقيت مع واحد، مع واحد الراجل، عيني جات في عينه، خزر فيا مليح، قال لي عجبتيني. كي قال لي عجبتيني قلت له أنعم، قال لي عجبتيني باسكو انتيا بنت فاميليا، وانتيا عجبتيني بنت، باني من عينيك باللي انتيا بنت فاميليا، وامنتو. كي امنتو عطيت له نيميرو تاعي وعطاني نيميرو تاعو، بدينا بدات لا غولاسيون تمشي، بدا يعيط لي ونعيط له، منا بدينا نخرجوا نفطروا نروحوا صالون دو تي، منا معليش بالعقل بالعقل طورت الاحداث، وبدا يجبد لي واحد الرنه يعاود لي بها دوما يوميا ليل ونهار، انتي يا مرتي، انتي يا حلالي، انتي يا هكذا، وانا عجبتيني من عينيك، انتي يا في عينيك تباني بنت فاميليا. مشيت معاه في الخيط، امنتو، البال تاعي ارتاح معاه، تفتح ليه قلبي، مع انه قلبي كان مغلوق هو اللي فتحه لي. بالعقل 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 واحد المره اتصلت معايا، اتصلت بيا مراه على اساس انه انها يماه. كي اتصلت بيا على اساس انها يماه قالت لي يا بنتي وليدي او يحكي لي غير عليك، وليدي يحكي عليك غير في الدار، وعلى حساب وليدي واش راهو يهضر بلي انت يا بنت فاميليا، انت يا هكذا، انت يا هكذا. زدت امنتها، زدت رحت معاها في الخيط، قالت لي يا بنتي نهار اللي تكوني فارغه شغل روحي مع وليدي تفطري، وميم طون نشوفك وتشوفيني وتشوفي دارك تاع المستقبل. فرحت انايا، معليش بقيت معها في تليفون يهدر معايا، نخرجوا يا مات. قال لي ما اليوم دارت لك فطور، كنا بالخميس، قال لي بالسبت ان شاء الله يما دير لك فطور. انا رحت بالسبت نتصبح بكري وجيت روحي كيما يديروا كاع البنات، وجيت روحي رحت على اساس راني راح نلارهم، وعلى اساس راح نشوف يمه. من الممارسات التي يمارسها كثير من الشبان ومن الرجال هي فن المراوغة وفن المخادعة، وكثيرا ما تقع البنت فريسة هذا الأمر، وما أكثر ما يتغنى به الرجال أو بعض الشبان، يتغنون بالأماني ويتغنون بالأمنيات
حتى أن استدراج البنت للنيل منها إنما هي عملية يتفنن فيها الكثير من الشبان. وإن كان العيب ابتداء نلوم فيه المرأة، لأن المرأة من المفروض أنها مهما ضعفت يجب أن لا تعطل حاسة العقل عندها، ومهما ضعفت تحت سطوة الشهوة أو الغريزة أو سطوة المال أو نحو ذلك أو بهرج الحياة، عليها أن لا تغفل جانب عقلها، وأن لا تدع رجلا أجنبيا يأتيها كزوجها وهو لم يعقد عليها. لكن هؤلاء الشباب نقول لهم إن هذه المخادعة والمراوغة ستدفعون ثمنها عند الله يوم القيامة، والغدر سيأتي يوم القيامة عليه علامة كبيرة يرفعها الغادر ويقال هذه غدرة فلان بفلان. الذي يغدر يأتي يوم القيامة عليه علامة في أرض المحشر فيقال له أمام الخلق هذه غدرة فلان بفلان وغدرة فلان بفلانة. كي لحقنا للباب لحقنا لدارهم، قريب نلحقوا للباب جبد المفاتح. أنا شغل شفت الحالة بدأت تقراص شوية، بدأ يفتح الباب. قلت له كيفاش يماك راهي في الدار وانت تفتح في الباب بالمفاتح؟ قال لي لا لا يما هاد الوقت تكون دايره لاسياست ودايرتنا كاع المفاتح، اللي يجي يدخل ديريكت بلا ما يطبطب، وراكي تعرفي ما نديرونجيوهاش ويما شويه كبيره. معليش دخلت. كي دخلنا قلت له وين راهي يماك؟ قال لي بالك راهي راقده، بالك راهي في الكوزينه، زعما رد روحو راهو راح للشومبره تاعها، رد روحو راح للكوزينه. قال لي على بالك واقيلا يما خرجت دوك تجي، راح تبرك تقضيك شما خلص ولا دوك تجي. استنيت شويه، شربنا لي جي انا وياه منا، بدا يرنا هذيك دائما يعاودها لي، تيا مرتين تيا حلالي، من نهار الاول اللي شفتك انت يا بنت فاميليا، انت يا هكذا. رنا هذيك ليل ونهار تتعاود، خلاص شغل ولات لي واش نقول لكم، شغل ولات لي كي شغل واحد خصو الدخان في رمضان لازم نسمعها، كي ما نسمعهاش نحس حاجه خصتني. من بعد قال لي، قلت له اسمع يماك راهي طولت. قال لي ما تقلقيش روحك وراكي معايا، وعلاش راكي مقلقة؟ ونورمالمو ترتاحي كي راكي معايا، ونورمالمو تفرحي، ونورمالمو هكذا، وانتي حلالي، وانتي هكذا. معليش بدا هذيك الرنا يهدر لي فيها منا، وانا يا على اساس عيطت لي يماه، وشغل ما على باليش كيفاش. بالعقل وانا معاه في الدار، صرا ما صرا تقلقت. هذيك دقيقه ما حسيتش. من بعد كي صرا هذاك الشيء تقلقت، نروح للدار. رحت لدارنا وحدي، كاتمة السر في قلبي. الليلة هذيك جوستها عيني محلولين، قلبي يرجف وحدي، ما كاش لمن نحكي، ما نقدرش نحكي هاد الحكاية حتى واحد. لين نجي نحكيها له نتردد، نخاف اوه لا. بقيت عيني محلولين، قلبي يرجف. هيا وليت نعيط له، قلت له الشيء اللي صرا بيني وبينك، ولازم نديرو حاجه، خطبه، لازم تخطبني، لازم هكذا كل يوم يجبد لي حكايه جديده،
يما راهي مريضه، يما هكذا، يما راحت لعند خالتي، راحت لسوق هراس، يما راهي عند اختي، راهي في وهران، راهي هكذا، يما فواياجات، يما هكذا، يما هكذا، يما هكذا. هيا ومن بعد جاوني خطابه من جهه واحده اخرين كيما حبيت، قالت لي يما يا بنتي وعلاش وعلاش ما حبيتيش؟ قلت لها يا يما راني نستنى في واحد. انا ما كنتش نستنى في الواحد، كنت نستنى نخبي الفضيحه تاعي، مع انه الفضيحه على بالكم ما تتخباش معاه ما راح يخبيها لي حتى واحد. الفئة الثانية من الفتيات أو النساء هما الفتيات المغرر بهن، هما الفتيات اللي يتعرضوا لهذاك الاغتصاب المنظم، والله غالب وقعوا في يد وحوش، في وقعوا في يد ذئاب تختفي وراء فروة أرانب. هذه الفئة من 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 الممثلين الخداعين، هذه الفئة من الكذابين، هذه الفئة من المراوغين، هذه الفئة راهي موجودة. هذه الفئة من الرجال في كل الأعمار يدير المستحيل، المستحيل باش يوقع الفتاة. واش يدير مثلا؟ ونحن نحلل في هذه الحصة، ونحن نحضر في هذه الحصة، فوجئنا بقضايا يندى لها الجبين. هذو يتسكعون في الشوارع يوميا يصطادون الفتيات، يقدر يكري سيارة يقولها نتاعي وهي ماشي تاعو، يوهمها باللي ابن أغنياء هو مش ابن أغنياء، يقدر يوهمها يديها الشقة يقولها ديالي وهي مش الشقة ديالو، يقدر يديها عند امرأة محتالة في دارها ويقولها هذه يما. يستعمل كل شيء من أجل أن يوقعها في الشباك، وفي اللهجة تاعهم العادية يسميها مرتي، يعيط لها مرتي، يقول لها مرتي، يوهمها باللي مرتو، خلاص يقول هاني درت لك وعندي دار وعندي سيارة وعندي، ويتكلم معها بواحد الأسلوب يعني يدوخ حتى العاقلات الحكيمات. هذه الأساليب راهي موجودة في مجتمعنا، وما لازمش نكذبوا ولا لازم نخبوا ولا لازم نظاهروا. مجتمعنا فيه هذا النوع من الشباب هادو وحتى الرجال. في حقيقة الأمر أن القانون وأعتقد هو واضح في هذا المجال، بحيث تقول أن المشرع الجزائري خصص حماية خاصة بالنسبة للأمهات العازبات اللواتي وضعن حملهن في سن المراهقة، أي كانت في الوقت الوضع الحمل كانت قاصرة، هنا تعتبر في نظرة المجتمع ضحية، ضحية. وبالتالي هناك الجديد في القانون، يفرض القانون على مرتكب الفعل الجاني الشخص الذي ارتكب في حقها مثل هذا الفعل وأصبحت حاملا وأصبحت بعد ذلك أم عازبة، إذن إما عقد قران مع تلك الفتاة أو لزوما تنفيذ الحكم الحبس، عقوبة الحبس. هذا من جهة. وإذا كان تم عقد قران بين الطرفين لزم عليه لابد أن تكون مدة الطلاق، لا يحق له أن يطلب الطلاق بعد إلا بعد مرور فترة 5 سنوات كاملة. يا ربي واش ندير؟ نتبع غير فيه، وقتاش تجي تخطبني، وقتاش هكذا، وقتاش تجيب يماك، وقتاش هكذا، كل يوم يجبد لي. وبقى مع الأسف بقى يشغل لي، يطمع فيا انت حلالي وانت يا هكذا، ومن داك من داك يرمي لي هذيك الهضرة، وانا نفرح نموت بالسعادة كي نسمع هذيك الكلمة، انت يا حلالي ومن عينك تباني بنت فاميليا، وانت يا هكذا وانت يا هكذا. حسبي الله ونعم الوكيل. من بعد قلقتني يما، مشاو اليامات ومشاو يعني طولت الحكاية. يما كي تقلق فيا، يما دير لي لابريسيون، ولي انايا بهذيك لابريسيون ولي عيط له. واحد المره تقلقت وليت نعيط معاه،
ولا هو يجيب لي السبايب صوتك راهو راكي تعلي صوتك عليا وراكي هكذا وراكي هكذا وراكي هكذا اما لا باش نجيبها لك من الاخر اما لا هذيك المراه اللي عيطت لك ما راهيش يما والدار اللي ديتك ماشي داري وماشي دارنا ولمن حبيتي تروحي تشتكي اشتكي واللي راكي قادره عليه جيبيه دارت بيا الدنيا سكت ما لقيت ما ندير من بعد قلت له يا وليد الناس علاش دير لي هكا اسكو تقبلها في اختك ولا في من وحده من العائله تاعك واش يقول لي بكل بروده قال لي اسمعي قال لي لو كان ما جيتيش سهله وجيتي صح مأصلة وعندك الأصل ما تسهليش نفسك نامبورت لوكي يا ناس لقيت عنده الحق وانا الشي هذا قاع اللي حكيته الشي هذا قاع اللي حكيته حاجة ما راهي غيضتني الحاجة اللي راحت الحاجة العزيزة اللي راحت مني انا ما غاضتنيش قد ما اللي غاضتني يما يما يا ناس يا بنات يا البنات يا البنات نعيط ونوح ونبوح نقول لهاد البنات ما تغلطوش الغلطة تاعي ما تغلطوش الغلطة تاعكم قبل ما تغلطوا ديروا يماكم بين عينيكم على خاطر شي اليمات صح احنا في لادونيسونس تاعنا يمانا تزيرنا يمانا ما تديروش هكا بعد نتقلقوا من اليمات باسكو هاد الحاجه كاع نفوتوا عليها اللي راهي عجوزه فاتت على الوقت هذايا سلموا راها قنفوتوا عليها نتقلقوا من يمانا لكن نطلب منكم قبل ما تغلطوا ديروا يماكم بين عينيكم على خاطرش حاجه ما راهي غيظتني قد يما على خاطر شي ما فرحتش بيا ونشكر الحصة ونشكر قناة الهوغار أعطت فرصة للناس كل واحد يمشي الحالة تاعو وكل واحد يمد الآراء تاعو ونشكر الحصة ونشكر الأستاذ مهدي يعني يلعب فكر تاعها كأنه فيروس قاتل دخل في ذهن الفتاة يغتصبها ويريد يغتصبها فقط لما يغتصب لها ما يقولهاش يكمل يقولها شهر ولا شهرين انتي مرتي انتي نحبك انتي يا عينية انتي يا حياتي انتي يا عمري انتي يا كلش هي تسمع لهذا الكلام ما تروحش تكشف على روحها عن طبيب باش يثبت بأن الاغتصاب صرا اليوم ولا غدوة يخلي القضية حتى تبطأ مر شهرين أو ثلاثة وش يقول لها لما تبدأ تقول له وقتاش نتزوجوا وقتاش كده يقول لها أنا ما نزوج وحدة كيما انتي سهلة أنا نروح لي ما تخطب لي وحدة دو دبليو في وهذا هو الخطر تاع الفتيات وش راح تدير سيف عليها ما سيفش عليها سلمت نفسها بسهولة لأنها وقعت في ذئب تحت فروة أرنب سيدي لو كاشي سو لا بو دو لابان اي سوفون يفو با بروندر لا ديبوش بون سيفيليزاسيون اني نشوفو لا ديبوش عطاوها معنى لا سيفيليزاسيون اي سي فو لازم البنات يفيقوا والعيب اذا كانت مغتصبة كما يقولوا بدرجة طفرت فيها واذا وقع الحد تروح تحوس على طرق فلكلورية للإجهاض خاصة إذا كانت الحمل متقدم كل الأطباء يرفضون الإجهاض وأنا أشكر كل الأطباء اللي ما يديروش الإجهاض هذا أشكرهم حقيقة والأطباء ما يديروهاش في حمل متقدم لكن هذه البنت وقعت في فخ اسمه الإغراء وهي ضحية ولكن أمام المجتمع تصبح متهمة ضحية مراوغ
كذاب خداع. ومباشرة بعد هذه القضية كي تعيط له إن خط مراسلكم مغلق. ولهذا ضعف الوازع الإيماني بلقاء الله هو السبب، بعدنا عن الله هو السبب الذي يفعل هذا ببنت الإسلام وببنت بلده وببنت جاره أو ببنت رحمه. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ألا يظن هذا الشاب بأن الزنا دين قد يقضى من دارك ومن أهل دارك؟ ألا تخشى أن يكون من ذريتك البنت والبنت، وربما في ذرية ذريتك قد يدفع الثمن أحد عناصر أسرتك في سلالتك بسبب جرمك؟ القرآن قال وكان أبوهما صالحا، وقد يكون الأب فاسدا والعياذ بالله فيدفع الأولاد الثمن. ولهذا أقول اتقوا الله يا شبان ويا رجال. قال القرآن وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وبعدت بالخدام يدفعني يدفعني في وحشة الدرب، يا من زرعت العار في صلبي وكسرت لي قلبي يا قلبي. وبعدت بالخدام يدفعني ليقول مولاي ليس هنا مولاه ألف هنا، لكنه جابنا لما تأكد أنني أحب له. حكاية نعيمة ورابح قد تأخذنا إلى قصص الألف ليلة وليلة، قصة غريبة وعجيبة. فبعد سلسلة من الأحلام لبناء مستقبل وبيت زوجي سعيد، تكتشف نعيمة أنها كانت تجري وراء سراب. نعيمة أم شرعية أمام الله، لكن أمام المجتمع والقانون هي أم غير شرعية وفاسدة. أما رابح ففعلته كانت له بالمرصاد، فبعد صحوة الضمير كان قد فات الأوان. لنتابع ونعتبر. واسمي نعيمة، عندي 36 سنة 36 سنة في عمري. حكايتي بدات كي كان في عمري 18 سنة. كنت عايشة عيشة كيما كاع الناس مع والديا مع مافامي. كنت نعرف واحد الإنسان كان جارنا يسكن أنفاس لينا، قعدت معاه من 18 سنة حتى تقريبا 25 سنة. كي لحقت 25 جا خطبني فتح عليا، ما كاش لي ما كانش يعرفنا. كي يقولوا رابح يقولوا نعيمة، وكي يقولوا نعيمة يقولوا رابح. ما كاش لي ما كانش يعرفنا. هذا رابح كان يسكن أنفاس لينا، كان جارنا. كنا كل يوم كيف كيف من الصباح حتى العشية. جا وحدنا بون كنا مفتحين يعني قدام ربي سبحانه، كنا مزوجين شرعا صح قدام الناس وابار الجيران ولا فامي واحد ما كان على باله. جا واحد الوقت وين رابح حبي يروح، ليترونجي على حسب قوله. قال لي نروح ندير شويه تاوي ندير شويه درام كيما يخمو كاع لي جان. قال لي غير نرفد روحي نهبط للبلاد نرفدك ونعقدو هنا ونروح ان شاء الله. وقفت معاه بعت كاع ذهبي اللي كان عندي، عاونتني ماما، خرجت انا وياه شرينا كلش، قضينا صوالح كاع اللي يروح بيهم، علق الفيزا مدوها له. جا نهار وين يروح وصلت حتى لايغوبور، بقيت على خير وقعدنا توجور اون كونتاكت. دائما يعيط لي ويحوس عليا يسقس عليا كيما كان هنا في الجزائر كيما راه. حتى واحد النهار حكموه لتما سون بابي عاودو هبطوه، عاودت ولات حياتنا كيما كانت من دار وجديد. كنا نوجدو لعرسنا زعما على واحد ماكسيموم عام هكذا كنا حين نعقدو.
جا واحد النهار وين رابح ما زاد نسيت باش نقول لكم بلي انا انسانه متدينه كنت ندير الجلباب. جا واحد النهار وين رابح ما بانش واحد اليومين ما فهمتش انا كاع وين راح. بقيت نعيط له في التليفون نحوس عليه ما نحكموش. رحت لدارهم يقولوا لي ما على باليش وين. خرجت انا ويما بقينا نحوسوا عليه ما خلينا حباس ما خلينا مستشفيات. درنا كاع لاجيغي ما لقيناه ما بان عليه حتى خبر. زادوا يومين ثلاث ايام اربعه. واحد النهار رحت انا وعجوزتي لعند الاخت ديالو باش نزوروها. كنا قاعدين حتى صونا التليفون. رفدت يماه قالوا لقاتو رابح. قاعده تعيط يا وليدي وين راك واش كاين نامني. قالها بلي يا يما سمحي لي رحت بلا ما قلت لكم وراني في اسبانيا من بعد. قالت له مرتك هي مقلقه عليك غير تبكي علاش درت لها هكا. قالها جوزي هاني. هدرت معها انا ما قدرتش كاع نهضر قعدت ساكته. واش كاين قلت له وين راك. قال لي راني في اسبانيا. قلت له علاش رحت وخليتني. قال لي ما حبيتش نقول باش تصدق لي حتى مالي ما قلت لهمش. راني معول ان شاء الله نرفد روحي ندير تاوي غير نهبط للبلاد نعقدو وتطلعي معايا. قلت له خلاص. بكيت شويه بصح معليش. قعدنا دائما اون كونتاكت. يعيط لي من هيك من اسبانيا واش راكي ديري واش كنت ندير يحكولو كلش. بما انه كان يسكن اون فاصلينا جارنا لوغ الجيران كاع يعرفوني ويعرفوه. الا خرجت نشري يعيطوا له صحابو يقولوا له مرتك خرجت تشري. الا خرجت بلا ليغون يعيطوا له صحابو يقولوا مرتك درت خرجت بالجلباب بلا ليغون. كان من اسبانيا يعيط لي يقول لي على بالي بلي عرس تاع الجار فلاني بلاك تروحي. كيما كان الحال ما كنتش نروح انا. واحد النهار جاليا واحد للخدمه دومونداني بالاسم. كي خرجت ليه قال لي انا صاحبه راجلك. اما انا لهذه الاسر ان تتفهم هذا الوضع. اما انا لهذه الاسر ان ترحم. اما انا لهذه الاسر ان تتصرف بعقلانيه. عندهم بناتهم راهم جايين ولا بد من التعقل ولا بد من الستر. ومن ستر مؤمنا ستر الله عليه. ويكفينا ان تظلم الفتيات الشريفات. يكفينا ان تظلم الفتيات الجامعيات. يكفينا ان تظلم بنات العائلات. يكفينا نكونوا كبار في عقلنا ما نقولوش وعلاش حبت هذا الشاب وعلاش هو حبها. نقولوا بلي ان يا بلو دو بروفيت. ما راناش في عصر الانبياء راح يخرج في نصنا نبي. ان يا بلو دو بروفيت. والخطا انساني والله سبحانه وتعالى غفور رحيم بعباده. كيفاش هذا الاب ما يكونش غفور ورحيم؟ الله غالب. وقع المشكل نتصرف. واحد النهار جا ليا واحد للخدمه دومونداني بالاسم. كي خرجت ليه قال لي انا صاحبه راجلك. قلت له نعم غير الخير واش كاين. قال لي تالمو كان يحكي لنا رابح عليك مرتي ما مرتي شوقنا باش نشوفوك. تالمو كان يهضر عليك غير الخير وكان يحبك. قلت له نعم غير الخير كش ما كاين كش ما سحقيت. قال لي حبيت نهضر لك عفسه باسكو كي غايدتني بزاف. قلت له شنو. قال لي رابح راح يتزوج بوحده مروكيه في عمرها 18 سنه. انا هذاك الوقت قعدت مع رابح 13 سنه من 18 سنه حتى 33 سنه. قال لي عندها 18 مروكيه حيتزوج بها. انا ما امنتوش خاش راجلي ونعرفو. قعد يقول لي غطيني بزاف انتي بنت فاميليا من منها. درتها في راسي بصح ما امنتوش. بقى يعيط لي رابح ما قلت له والو بصح درتها في بالي. اتو ماما يعيط نبدا ندير لي غومارك ويهضر بالعقل. دي فوا لي ويكاند ما يعيط ليش. دي فوا يقول لي راني دخلت من الخدمه راني حنرقد. بعد واحد الوقت وليت نعيط له بدا يهضر بالعقل. بديت نتوسوس بصح غميتها وقلت معليش نخليها في ستر ربي بالك ما كاش منها. ما حبيتش نتجرحو صح وفو انا اللي كنت مجروحه. مور ما راح رابح وخلاني هذيك لا بيريود موراها بواحد اون سيمين ولا دو سيمين عرفت بلي راني بالجوف راني ثقيله. كنت حنعيط له قلت نزيد او موا دو سيمين هكا خاطر ما كانش عنده بزاف ملي راح. كنت حنعيط له باش نقول له بهذا الخبر باش يعاود يولي. حتى واحد النهار جاني تليفون. عيطت لي وحده قالت لي انا هند من برشلونه. قلت لها ما نعرف حتى وحده هند من برشلونه. قالت لي ما تعرفينيش انا بصح تعرفي رابح. ما حبيتش نديكلاري لها بلي انا مرتو باش نشوف واش حتقول لي. فينا المهم هو ما ديكلارا لهاش. قالها بلي هذه انسانه كنت معها في الجزائر كنت نحبها وتحبني. ابخي كي بدات تقول لي قالت لي انا الزوجه ديالو وانا متزوجين وانا عايشين مليح ودا وكل حاجه بالمكتوب. قتلتني بكلمه كل حاجه بالمكتوب. انا بلعتها رجعتها لداخل وما حبيتش نقول له بلي راني ثقيله. قلت لها معليش ربي يهنيكم ان شاء الله.
كوبيت التليفون. موراها بواحد 2 ولا 3 جوغ بدا يعيط لي، ما كاش منها بصح انا خلاص درت في بالي بلي خاش قبل ما تكوبي هي قالت لي ونزيد نعلمك بلي في الصيف ان شاء الله هاني هابطه واني نسنى ام بيبي اني بالجوف. قلت ما خلاص نحيت الربح من بالي ونسيت كاع بلي عندي ولد معاه، وديسيديت بلي هذاك الولد حنقارديه ليا مانيش حنكاع نعلمو به. قعد هكذاك مخبيه هذيك الحكايه حتى بدات تكبر كرشي. كي بدات تكبر كرشي بديت نخاف، بديت نتوسوس اشاك فون، بدا نخمم باسكو حنا عائله محافظه بزاف، بابا اخينا واخويا اخينا متشدين شويه. قعدت نخمم كيفاش ندير. كي بدات تكبر كرشي وليت نلبس غير حاجه عريضه حتى لحقت بخاس بواحد 6 شهور خلاص كرشي بدات تبان. ما لقيتش كيفاش ندير، قاعده غير مخبيه هاد الحكايه. حتى واحد النهار خويا كان برا، الناس بداو يسمعوا، الاشاعات بدات تمشي في الحومه بلي نعيمه يبلجوف مرابح. حتى لحقت الهضره لخويا. هذاك النهار نشفا كنت قاعده انا والام ديالي في البيت، عيطت لها واحد الجاره قالت لها بلي الا صح واش انا نسمعو. قالت لها واش كان؟ قالت لها هم يقولوا بلي نعيمه يبلجوف من رابح، واليوم خوها او سمع خوها دوك من الحومه ومعول يقتلها او يقول اليوم نذبحها. من الحالات التي تحدث هو الزواج العرفي الذي يحدث على غير عقد مدني. في الحقيقة أن العقد المدني مبتدع في القرون الأخيرة من أجل أن يحفظ الحقوق، فالأصل في الزواج إنما هو الكلمة حتى نعرف الحكم الشرعي. فمن تزوج فالزواج شرعي، لا نقول له زواج حرام طالما لم يكن هناك كتابة، لأن السلف الصالح لم تكن هناك الكتابة، ولكن قلنا العقد المدني هو لحفظ ماذا؟ الحقوق. ثانيا، هذا الزواج قد ينجم عنه المولود، وفي هذه الحالة مجتمعنا ينظر لهذه المرأة على أنها ربما نظرة غير لائقة، وهناك من يقذفها بالفسق، وهناك من يقذفها بألقاب مشينة جدا. إما مسكينة خافت لبست لي الحجاب، لبست هي الحجاب وخرجنا. قالت لي دبري راسك وين تروحي؟ قالت لي المهم تسلكي انتي ولا في كرشك. كما كان الحال رحت انا لواحد الدار وحدة نعرفها، بعد هذيك الطفلة داتني عند واحد اخرى، واحد اخرى داتني حتى الوهران. من وهران من هذاك النهار ما زدتش بنت قاعيتك، ما زدتش دخلت للجزائر، نحيت الجلباب وليت انسانه واحده اخرى، وليت من ماله الليليه ما نخرج، وليت ندير غير الحرام، وليت ندروغي نشرب كاشيات بوغ فيك ننسى كاع واش جاز عليا، خاطر 14 سنه ما نقدرش ننسى امبوسيبل. وليت نخمم على وليدي كيفاش ندير له. حتى جا نهار وين حطيت هذاك الصبي وسميته رابح على باباه، كبرته ربيته كما كان الحال، طحت ونط سوفريت بزاف عليه. واحد النهار يجيني تليفون قالوا لي بلي رابح دخل للجزائر هو الزوجه ديالو ووليدو. قالوا لي وليدو راه في حاله او مسبيطار، ملي دخلوا للجزائر مسبيطار ما خرج. انا رفدت روحي ورفدت وليدي ورحت عند واحد الصديقه في الجزائر، ريحت لتما ونعيط غير للجيران باش نعرف كيفاش راهو وليدو وكيفاش راهو رابح. حتى جا نهار وقالوا لي توفى وليد رابح، طلعت له الحمى. نهار الجنازه ديالو لبست حجابي ورفدت وليدي ورحت، بصح ما رحتش نعزي، رحت باش نستشفى فيهم وننتقم. دخلت للدار قعدت كيما قعدوا كاع الناس، وليدي في حجري والناس كانوا كاع على بالهم بلي نعيمه عندها ولد من رابح. كنت مريحه، جات ليا يما هي الاولى سلمت عليا ما حبيتش نردها. جات تسلم على وليدي، جات تبوسو جبته لها ما خليتهاش تبوسو. قعدنا شويه حتى جا رابح ولا يحوس على نعيمه. ابخي 16 سنه ولا 17 سنه ولا بلوس بانت له نعيمه وبان له وليدو. جا ليا ولا يعيط ونا وليدي كلمه اللي قلتها له وليدك راه في الجبانه. رفدت وليدي ورحت الوهران، كملنا ياماتنا ودوك وليدي راهو يكبر باش ندير له الكوارط باش ندخلو للمسيد. ما كانش كيفاش، ما عندوش الكوارط. بروبوزات لي وحده قالت لي لا حبيتي دير له كوارط خلصي 20 مليون. قلت لها كيفاش نديرو؟ قالت لي كاين انسان ميت، قالت لي نديروه على اسمه ينخرجوا لك ورق الطلاق كوم سي هاكي متزوجه به والابن عليه. قالت لي وتخلصي 20. كما كان الحال خلصت 20 مليون ودرت كوارط لوليدي على انسان ميت. واليوم راني هنا باش نعطيكم نصيحه لكاع البنات اللي هم يشوفوا فيا، نقول لهم ردوا بالكم ردوا بالكم وردوا بالكم، ما
ما ديروش كونفيونس، ما يغويكمش الشيطان، ما تامنوش الرجال، سورتو هذه الزواج العرفي ولا الزواج بالفاتحة، باسكو كيما في هذا الوقت ولاو يديروا لي جام تيجان ولا يحكم هكا مرا يحكم عجوزة في الزنقة، يجيب بطا حلوة، يجيب بوكيت فلوغ، يجيب إمام مزور ويجي يقولهم بلي فوالا جيت حبيت نناسبكم، وناس مساكن يامنوا يروحوا يقراوا الفاتحة ويمدوا بناتهم والبنات يحليلهم. ردوا بالكم وردوا بالكم، ما تامنوش الرجال. عيب أن الفتاة هذه راح تخرج المجتمع. ونشوفوا المواطن الكريم لما نشوفوا لي كوبل برا، أنا نشوفهم دائما لي كوبل ما يقولوش آه، لكن لما يقع حمل يقولوا كامل آه، وتصبح الفتاة هذه مسكينة اللي حبت بالصح تولي في مشكل كبير. وش راح تدير؟ أمه رفضت بس زوجها به وهي بنت عائلة، وتقولها وليدي أنا نزوجه بنت عائلة كبيرة، أنا أقول لها زوجيه مشي بنت عائلة كبيرة، زوجيه بامرأة تجعله كبيرا في عيون الرجال. وقد تكون هذه البنت المرفوضة بنت تحفظ اسم ابنها وتجعله كبيرا في عيون الرجال، يكون له مستقبل معها. الخطأ الأول هنا، لأن هذا المشكل لابد أن تحويه الأسرتين. لماذا؟ لأن هذه الفتاة إذا خرج المشكل معناه راهي حامل، وهذا الصبي راه يكبر بسرعة. المشكل يحل بين العائلتين ما دام هذا الشاب وصل إلى هذه الخطيئة، معناه هذا الشاب يتحمل مسؤوليته. لماذا؟ لأنه لو كان نروحوا للقضاء، تروح تشتكي في القضاء، يقدر يقول ما عنديش دليل، ما عنديش دليل، والقضاء عنده دي بروسيدور جوديسيير، معناها المحكمة الابتدائية 3 جلسات، ودائما العائلة تاع الشاب يأجلوا الجلسات، ومن بعد يحكموا الحكم الأول، ومن بعد مجلس القضاء، ومن بعد ما يعجبهمش حين يديروا المحكمة العليا. معناها هذا الطفل قريب يسجلوه في التحضيري والشرع مازال ما فرش. الأحسن أن العائلتين يكونوا حكماء. ما دام هذا الشاب وصل لهذا المكان للفتاة، المشكل يحلوه المشكل. لكن عندما تطول قضية البناء بمعنى العرس يطول، وهذا من المخالفة للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم فيما تروي السيدة عائشة قالت: خطبني النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان وبنى بي في شوال. ومن عواقب التأخر أن يحدث لقاء قبل ليلة البناء بين الرجل والمرأة، خاصة إذا تساهل أفراد الأسرة في اللقاء في الخلوة بين الطرفين. لكن هنا إذا حدث الحمل، صحيح أن ثمة مخالفة للإشهار ومخالفة ليلة البناء والعرس ونحو ذلك، لكن إذا ثبت أن ولي البنت قال زوجتك ابنتي، فإن هذا الولد شرعي، حتى وإن دخلت المرأة في عرسها ودخل عليها زوجها أمام الناس وكانت حامل، فالحمل شرعي. هذه نقطة في غاية الأهمية. الابن ماشي فقط بدفتر العائلة حتى يصير شرعي يا إخواني، الدفتر العائلي لحفظ الحقوق. نحن العقد الشرعي هو زوجني ابنتك زوجتك ابنتي، لا نكاح إلا بولي وشهيدين عدلين، قال تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. اللي مد بنته بالكلمة راه زوجها، عمل ليفري ولا ما عملش، المهم أنه هو اللي أعطى بنته. ولماذا الفاتحة إذن؟ القضية ليست لعب. ولهذا نقول لكل بنت أنه في الفترة هذه لا بد أن تتحفظي. يحدث أن تروحي مع يماه، تروحي تقضي، تروحي تشري، لكن الخلوة لا، لابد أن تحترموا الأصول وتحترموا العرف وتحترموا حتى في الفقه اسمها ليلة البناء. خلوا حلاوة لتلك الليلة، خلوا طعم مليح لتلك الليلة. هو أصل الإنسان يعيشها مرة في حياته، فلا بد أن يعيشها كما أرادها الشرع.
فتيات أغراهن المال ورجال الأعمال والسهرات الحمراء، دخلنا فلن يستطعن الخروج، قلوبهن آلات حاسبة لا يعترفن إلا بالمال وما حوله من رذائل، دائرة خطيرة يصعب السلام منها، لكنهن نساء انتقمن من المجتمع بطريقتهن، فهن اللواتي يصطدن الرجال ويا ويح من وقع في أيديهن. لهن الحق في أسرة لكن ليس لهن الحق في التمرد. رياض وقع ضحيتهن، رياض دفع ثمن الليالي الحمراء وعالم المجون ولم يسلم من شباكها، حملته وأنجبته وجاءت تطرق الباب عليه بعد أن ظن هو أن الأمر قد انتهى بمجرد قضاء نزوته. رياض. السلام عليكم، حبيت اليوم نحكي حكايتي لقناة الهوغار، حكيت لصحابي على الحصة هذه الخط البرتغالي ولقيتها ما باليش نقدر نفرغ فيها واش صرالي. انا في عمري 29 سنة، قبل 3 سنين صرالي واحد الكا بزاف قاسني واني مازلت نعاني منه للدوكا. كان عندي بزاف درهم وكان صحابي كنا نحبوا نجوزوا وقت بيان، كنا نروحوا نسهروا في الليل وكنا نشربوا. واحد الخطره رحت سهرت انا وصحابي، كنا حنا صرنا تلاقينا تماك واحد الطفله حالتها كانت تعرف الحاله ديالي، كان عم بالها عندي درهم ووعدنا الخير. مهم انا ما كنتش حاب نتعرف عليها، مي هي لعبت لي براسي سيرتو هذاك النهار كثرت. مهم لحقت وين راهي حابة، من بالك سمعنا ومن ما وليت نشوفها ما حوست عليها، ما كانت في بالي طفلة كي غيرها، طفلة جوزت وقت وتبقى على خير. دز عام على الخطرة كنت قاعد في الدار، جات واحد الطفلة دقدقت على باب الدار، العجوزي ما فتحت الباب، لقاتها واحد الطفلة عرفتها وليت. قالت لها شكون انتي؟ قالت لها انا فلانة. وقلت لها واش تسحقيتي؟ قالت لها جيت نشوف وليدك. قالت لها وعلاش؟ قالت لها جيت باش نبريزونتي لوليدو. قالت لها وليدي ماشي مزوج وانتي ما عرفكش. قالت لها زقيلو دوك هو يقول لك. انا حبط ونشوف الطفلة هي ماشي هي، هو هادي هي اللي كنت عارفها. بعد قلت لها وش بيك؟ وش جابك عندي؟ وش راك دير انا؟ وش حقيتي؟ قالت لي انت كيف جوز مع هذاك الوقت وهذا وليدنا، وانا حبيت نريقلي لكوارتو، ماذا بينا نشوفه كيف نسوي بالوضعية تاع الولد هذا. قلت لها انا شكون هذا الولد؟ انا ما نعرف، ما عبينيش انا اذا هذا وليدي ولا مشي وليدي، انت عبالك وين كنتي تخدمي؟ بالك انت بالك هذا ماشي وليدي كاع. قالت لي لا لا هذا وليدك، وبدات تجبد لي بروف، قالت لي فلاطات كدا وفي عمرو كدا. انا ما امنتهاش الحق، وزيد انا هذيك الليله ما رقدتش، قعدت نتقلب انا في الليل كيفاش راح نقابل والديا، كيفاش راح تكون حياه الولد هذا، راح مسؤوليه كبيره بزاف.
هضرت مع والدي قلت لهم الطفلة هذه صح بالك غلطت معها وما دابيا نسوي الوضعية. هما وقفوا لي كونتر قالوا لي شوف لي دا حبيت تترك لك كبارت الولد او موا كونفيرمي كونفيرمي ومن بعد سهل وراني نستنى ان شاء الله اذا كان الولد صح وليدي راح امو سجلوا على اسمي نقص شويه العذاب هذا اللي راني نعانيه كل يوم من سمعت هذا الخبر. من المفروض ان الرجل اذا ما اخطأ فانه يتحمل مسؤوليته. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل وإياك وما يعتذر منه، ولكن إذا ما كان الاعتذار مقرون بشجاعة في تصويب الخطأ فهذا ممدوح. العيب ليس في الخطأ، العيب هنا في التمادي فيه أكثر. أخطأت توب مع الله عز وجل، وتوبتك مع الله فيها ثلاث شروط: إقلاع وندم وإصرار على عدم عودة، ولكن هناك شرط رابع حتى تحصل التوبة وهو أن ترد الحقوق إلى أهلها. الشرط الرابع هذا الذي ذكره العلماء هو ما تعلق بينك وبين المرأة، بين أهلك وبين أهلها، ووقوف الأهل ضد ابنهم إذا أراد أن يتزوج بالمغرور بها هي وقفة في الحقيقة لم ينظر فيها طرف الابن إلا لمصلحتهم، لم ينظر فيها طرف الرجل إلا إلى البرستيج، إلا إذا إلى وضعية العائلة ماذا يقول عن الناس. ولكن لابد أن تتحمل أيها الأب أيتها الأم أيها الأخ الكبير أيها الخال أيها العم أن تتحمل مسؤولية ما فعله ابنكم. إن هذا الذي حدث إنما حدث في غفلة منا، في سهو منا، في نزوة شيطان، ولكن نصوبه لأن ثمة أولاد أو ثمة ولد أو بنت نجم عن هذا اللقاء الغير شرعي، ولا نريد أن نتواصل مع الشيطان في هذا العقد. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهناك فتيات ضحايا المال والأعمال، وبين قوسين ضحايا الشكارة وأصحاب الشكارة والعقول تاع بقارة. هاد الفتيات لازم نقولوها، هادو هاد العباد أصحاب المال يصطادون كل الفتيات الجميلات، عنده سيارة فخمة، عنده دراهم بالشكارة، يصيدوا كامل فتيات الشابات ويتنافسون، يديروا كونكور، يقولوا اليوم أنا دبرت 10، الآخر يقولوا لا دبرت 8، أنا دبرت 2 بومبات، والبومبات يتفرقوا على راس إن شاء الله، وكل واحد كيفاش يتنافس مع الآخر في عدد الفتيات الجميلات اللي راح يسهر معهم. هؤلاء يقلبون الفتيات إلى فتيات لهو ومجون، إلى فتيات عالم المال والأعمال، إلى فتيات لا حدود ولا مبادئ ولا قيم. شعارهم الليل والسهر والخمر والفرفشة والطروشة وعالم الرشقة وعالم الأموال الحرام، وأموال الحرام تذهب في الظلام. هي في حقة الأمر كل طفل ينتج من علاقة غير شرعية، ومن وبالتالي هنا من غير زواج شرعي، من غير زواج شرعي، هنا يعتبر في نظر القانون في نظر المجتمع ابن غير شرعي، ابن الزنا. ليراتك الخمسون تضحكني، لمن النقود لمن؟ لمن النقود لمن؟ لتشهدني لتخيط لي كفني، إذا ثمني ثمن الوفاء، ثمن الوفاء يا بؤرة العفني. أنا لم أجبك لمالك النتني، شكرا شكرا.
الأجمل أيها الإخوة أن نستشعر هذا المعنى، أنني أحس إذا وجد رجل شاب في أسرتي، أسرتي ليس أخي فقط أو أختي وإنما في العائلة الرحمية كلها، أو بنت من عائلتي ليست متزوجة، أن أشعر بما تشعر به وأن أشعر بما يشعر به، وأسعى إلى التزويج، إلى ربط علاقة شرعية حتى أنهي هذه المآسي، لأن هذا الأمر وهذه الغرائز إنما مصرفها الحقيقي في قناة الزواج الشرعية التي أقرها الله عز وجل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي النهاية نصيحتي إلى كل بناتنا، نصيحتي إلى كل الفتيات، نقول لهم ما تسلموش أغلى هدية لأنها ملك لك، والملك هذا لا يهدى، لأن هذه الهدية في حد ذاتها لا يقدر قيمتها أي رجل في العالم، وإن هذا الشخص الذي يغريك يقول كلمة أمامك ويقول كلمات عظيمة في غيابك، فما ذنبك وما ذنب مستقبلك حتى تقضي في لحظات ضعف أو لحظات طيش أو لحظات عاطفة أو لحظات إغراء مستقبلك كاملا. حافظي على مستقبلك فهو بين يديك وفي دماغك وليس في قلبك. في الختام نقول مهما كان فإن الفتيات بكل أصنافهن معلقات بين قانون المجتمع والقانون الإلهي، فإن رحمهم الله وغفر لهن لن يرحمهن المجتمع، لكن الحل هو في العودة إلى اليقين والأخلاق وعدم الاستسلام إلى المجتمع لأنه أقوى الظلمة. وتذكر دائما أن لك خطا لا يمكن تجاوزه بل تمهل عنده، الخط البرتقالي. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم، شكرا على المتابعة، شكرا لتواصلكم معنا، ودائما إذا أردتم مشاركتنا قصصكم وتجاربكم اتصلوا بنا على الرقم الظاهر أسفل الشاشة. شكرا لفريق العمل، سلام.